شن فريق الطوارئ في بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية أثمرت عن مخالفة 21 نشاطاً مختلفاً في جولة استمرت 5 ساعات متواصلة، أشرف عليها مدير فرع بلدية الفروانية المهندس محمد صرخو ورئيس فريق الطوارئ خالد الردعان، حيث ركزت الجولة على إعلانات الشوارع المخالفة للمحال والأغذية واستغلال المساحات والمخالفات الإنشائية. اليوم احنا طالعين من خلال فريق الطوارئ حملة شاملة على منطقة العرضية الحرفية. طبعا هذه الحملة تشمل على حصر جميع الملاحظات، منها المخالفات تتعلق في الأغذية الصحية، وحتى الملاحظات تتعلق في بعض المخالفات الإنشائية أو حتى في تجاوزات استغلال الساحات، وإن شاء الله نحاول يعني نكثف هذه الحملة. اليوم خلال جولتنا تم التأكد من مطابقة المحلات اللوائح والنظم البلدية، وتم تحرير تقريبا حتى الآن 21 محضر، الأغلبية عبارة عن تشغيل العمال قبل الحصول على شهادات صحية، وهذا شيء مؤثر أن قاعد العامل يتعامل مع مواد صحية ومواد غذائية قبل الحصول على شهادة، وقد يكون غير مؤهل وقد يكون حامل لا سمح الله لأي ميكروبات. وتم بعد مخالفة عدد كبير من الإعلانات، خاصة اليوم أي واحد يحط إعلان استدلالي بالشارع على طول أول ما يشوفون الإعلان الاستدلالي يذهبون المحل مباشرة ويخالفونه مباشرة.